إذن بعد أقل من أسبوع على تجمعه الحاشد في أوهايو، ظهر ترامب إلى العلن هذه المرة في تكساس ولوح مجددا برغبته بالعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024. وخلال اجتماع حول أمن الحدود عند الطرف الجنوبي للولاية، شارك فيه ترامب إلى جانب عدد من المسؤولين الجمهوريين. ندد الرئيس السابق بسياسة خلفه الديمقراطي في مجال الهجرة، حيث اتهمه بتدمير أمريكا بسبب الحدود الخطيرة جدا. Biden is destroying our country, and it all started with a fake election. We have a sick country in many ways. It's sick in elections and it's sick in the border. And if you don't have good elections and if you don't have a strong border, you don't have a country. وخلال عهد ترامب تم إنجاز حوالي 600 كيلومتر من الجدار على الحدود مع المكسيك، إلى أن الأعمال التي تم تنفيذها في هذا الإطار كانت في غالبيتها تحسينات أو تعزيزات لمنشآت حدودية قائمة أساساً. وبالعودة إلى تصريحات ترامب، هاجم الأخير مجدداً زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، واعتبره عاجزاً عن الاستمرار في عمله، مشيراً إلى الضرورة على وجود قيادة أفضل في الغرفة العليا من الكونغرس. We need better leadership at the Senate level. You need better leadership. You need somebody better than Mitch McConnell. Yeah. Mitch McConnell can no longer do the job. ومن المتوقع أن يعقد الرئيس السابق والذي لا يزال يتمتع بشعبية عالية عند الناخبين الجمهوريين تجمعاً كبيراً آخر في ولاية فلوريدا يوم السبت. أما الرئيس الحالي بايدن فاتجه بدوره إلى فلوريدا، وذلك للقاء العائلات المتضررة من كارثة انهيار مجمع سكني ساحلي قبل أسبوع، والذي أودى بحياة 18 شخصاً، بينما لا يزال أكثر من 140 آخرين في عداد المفقودين.